الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ والوقف مع الاقتطاعات على خلفية الإضرابات، مطالب وأخرى أتت بآلاف الأساتذة اليوم من مختلف مدارس المملكة إلى العاصمة الرباط لقول لا على مضامين النظام الأساسي الجديد الذي أتى به وزير التربية والتعليم شكيب بن موسى. مسيرة احتجاجية هي الأكبر والأوسع من نوعها في الآونة الأخيرة لنساء ورجال التعليم بالتزامن مع اليوم الأول من أيام الإضراب الوطني الذي يخوضه نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم والذي يستمر لثلاثة أيام متتالية قابلة لتمديد وتجديد إلى حين صياغة نظام أساسي يلائم الأستاذ ويعود به في ظروف أفضل إلى قسمه وتلامذته. أترككم مع الصور التالية وتصريحات نساء ورجال التعليم. اليوم حنا في هذا الشكل النضالي اللي هي مسيره ستنطلق من امام مقر البرلمان في اتجاه وزاره التربيه الوطنيه، وذلك تعبيرا منا على ما جاء في هذا النظام الاساسي المشؤوم وللمطالبه باسقاط هذا النظام الاساسي. كذلك نقول بان بالنضال نستمر في النضالات ديالنا والتضحيات ديالنا الى حين اسقاط هذا النظام الاساسي. اسقاط النظام الاساسي، اسقاط التعاقد، تحقيق كل المطالب ديال كل الفئات وغير هذا لا تعنينا لا الحوارات المغشوشه ولا تعنينا كذلك لا السياسات ديال تنميق الهجوم بصور على اساس ان الدوله تستجيب لحقوق الشغيله. ها هي الشغيله اليوم على بكره ابيها تنتفض في وجه الوزاره بل وفي وجه سياسه الدوله المغربيه في قطاع التعليم. نقول لابن موسى والله انك تلعب بالنار، فرجل التعليم هو قاطره التنميه، فرجل التعليم هو الركن الاساسي في العمليه التعليميه التعلميه، ونحن نتقطع غضبا على فلذات اكبادنا. انا كاستاذ وكذلك اب، انا اب قبل ان اكون استاذ، لذلك فإننا ننادي بإسقاط هذا النظام وننادي باحتساب سنوات اشتغالنا في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وفي التقاعد، وأوجه ندائي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يتدخل في الأمر. إن نحن لا نريد هذا المصير لفلذات أكبادنا، لأننا بتنا لا نثق في أحد إلا أنتم يا صاحب الجلالة.